ودخلت كلية الزراعة جامعة القاهرة، ما خدت لا خدت درس ولا جبت كتاب خارجي. دلوقتي كتب خارجية مثلا مش أقل من 5 6 آلاف جنيه، دروس مش أقل من 30 40 ألف، وأنا راجل على المعاش. فهمت؟ يعني الناس بتقطع بتعلم عيالها من الحاجات الأساسية والضرورية بتاعتها مش زي زمان. فدي مشكلة، وخصوصا على الناس اللي هم أصحاب المعاشات. فهمت؟ هل الفلوس دي تبقى متوفرة مع الناس؟ لأ، ما فيش فلوس متوفرة مع الناس. الناس بتعلمهم من الحاجات الضرورية بتاع اللي هم الأساسية في البيت، فبيبقى حمل على البيوت. وربنا يسهل الامتحانات تبقى سهلة عشان يخففوا على أولياء الأمور، لأن البيوت كلها تعبانة دلوقتي. البيوت كلها في قلق وسهر، الواحد ما بينامش. شوف الواحد قاعد اهو على الرصيف اهو مستنيها، لكن النوم ما بينامش. فهمتي؟ فربنا يسعدهم كلهم، وانا بدعي لهم كلهم، ربنا يوفقهم كلهم.